السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم مطبخ وتتبير أم جنان. إن شاء الله تكونوا كامل ملاح وبصحة وبخير وعافية، وإن شاء الله تدوزوا نهاركم مبروك. اليوم جيتكم بوصفة خاصة بتشققات الأرجل، يعني العديد من الناس والنساء والرجال يعانون من تشققات الأرجل والجلد الميت اللي يسبب لنا يعني إحراج كبير، وكذلك دخل الأوساخ وكاين اللي يسبب لهم يعني آلام. والسبب الرئيسي هو الوقوف الكثير، يعني عندها بزاف اسباب. راح نبداو في الوصفه تاعنا، يعني مكونات تاعها بسيطه جدا وراح تفيدكم بزاف. ولكن قبل ما نبدا في الوصفه، نتمنى من كل واحد دخل عندي جديد للقناه ما تنساوش تشتركوا في القناه، كذلك ما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد ام جنان. اول مكون في الوصفه واللي هو عصير الطماطم، راح نعصر نصف حبه طماطم. ولا انا ديت حبه قسمتها على اثنين وعصرتها، يعني حليتها على اثنين ما قسمتهاش كاع ديريكت، وبديت نعصر فيها. عطاتني هذا العصير اللي راكم تشوفوا فيه، يعني عصير طماطم فيه فيتامين سي، فيه بزاف البنات مكونات اللي ينقوا الرجلين تاعنا ويخلوهم يعني رطبين وناعمين. راح ندير كذلك معاه بيكربونات الصوديوم، لان بيكربونات الصوديوم كذلك مفيده جدا لتبييض الرجلين وتنعيمهما وترطيبهما، وكذلك القضاء على الجلد يعني الميت والجلد الخشن في الرجلين. راح ندير ملعقه كذلك صغيرة من بيكربونات الصوديوم ونخلط جيدا. هذه بالنسبة للوصفة اللي راح نقو بها الرجلين تاعنا، وكذلك راح تنحينا هذوك هذاك يعني الأماكن اللي خشنة في الرجلين تاعنا، خاصة من تحت في الجلد الميت. ثم البنات راح نضيف لها معجون الاسنان، ان معجون الاسنان كذلك مفيد جدا لتشققات الارجل، وكذلك مليح بزاف لتبييض الرجل، وخاصه حتى الاظافر ينظفهم ويخليهم يعني يلمعوا. كاين بزاف الاظافر يعني تاع الرجلين ما يجوش عندهم يعني نظاف، وما يجوش كاين اللي بها فيهم بنتاف، كاين اللي بزاف البنات على هذاك. هذه الوصفه راح تنظف الاظافر وتنظف الرجلين، خاصه يعني من تحت في الجلد الميت. نخلطوا جيدا هاد المكونات تاعنا، نخلطوهم مليح حتى نتحصلوا على خليط متجانس. راح نستعملوا بهذه الطريقه، يعني حنضع القليل من هذا الخليط على الرجل تاعك ولا اليدين، ونبداو نحكوا فيهم، يعني لازم نحكوهم جيدا لمده 10 دقائق وحنا نحك في الرجلين تاعنا، يعني لازم نحكوهم كامل حتى الكعبين نحكوهم، لان فيهم الجلد الميت والتشققات، يعني فيهم بزاف اضرار، خاصه يعني البنات اللي يكونوا في الدار يلبسوا يعني يلبسوا بزاف البليغه هي اللي دير تشققات، كذلك الناس اللي توقف بزاف يصراو لهم تشققات من جفاف البشره، كذلك يصرا تشققات. يعني هذه الوصفه مفيده جدا، يعني كذلك توحد لون البشره تاع الرجلين. راح ندير كما حتى الركبتين تقدروا ديروا لهم هذه الوصفه، يعني حتى الركبتين ومليحه هذه الوصفه باش توحدوا البشره لون البشره تاعكم، حتى يعني الاماكن الخشنه كما الركبتين في الرجلين. هذه هي الوصفه الثانيه للتنظيف. اما بالنسبه للوصفه الثانيه هي للترطيب والتنعيم الرجل، يعني لازم كذلك رجل نحتنوا بها كما نحتنوا باليدين تاعنا وكما نحتنوا بالوجه تاعنا، لازم نرطبوهم ونعموهم. راح ندير ملعقه صغيره من الفازلين، نستعمل الفازلين، انا فازلين مفيدة جدا، يعني احسن مكون لترطيب الرجلين هي الفازلين، تعتبر يعني من احسن المرطبات للرجلين والاماكن الخشنه. هنستعمل ملعقه صغيره، ثم راح نضيف عليها ملعقه صغيره تاع زيت الزيتون، لان زيت الزيتون كذلك مكون مفيد جدا لنسبة تشققات الارجل، وكذلك تليين البشره يعني الجافه، تليين البشره الخشنه. زيت الزيتون تقدروا تستعملوا زيت الزيتون البكري واللي ما عندهاش، يعني معليش تقدر تستعمل زيت الزيتون اللي عندها في البيت. تقدروا ديروا هنايا ملعقه كذلك من زيت الزيتون، هنايا البنات هذه الكميه تكفي ليوم واحد، يعني لمره واحده. حنستعمل هذه الوصفه مره واحده في اليوم، في الليل اثناء الليل ننظفوا كرعينا بالخلطه الاولى تاع البيكربونات الصوديوم، يعني ننظفوا جيدا نحكوهم مليح، من بعد نغسلوهم ونشفوهم ونديروا لهم هذا المرطب، ونديروا لهم كيس بلاستيكي يعني لوهم بالبلاستيك، ولبسوا جوارب تكون خفيفه، لان راه سخانه لازم يكون جوارب خفيفه باش ما تفيقوش
هذه هي البنات، يعني حتى في الصباح تنزعي البلاستيك راح تبي الرجلين تاعك ناعمين بزاف وتبيهم رطبين، وتلقاي يعني الرجلين تاعك تغيروا في يوم واحد راح يتغير الرجل تاعك، يعني من رجل خشنه ورجل متشققه الى رجل رطبه وناعمه جدا وذات لون يعني موحد. راح نديروا هذه الوصفه كما كنتوا تشوفوا، يعني لازم ندخلوها مليح في البشره تاعنا في الرجلين ولا في اليدين، يعني وصفه هايله بزاف، واستعملوها غير في الليل، يعني ما استعملوهاش بالكم تستعملوها في النهار، لازم في الليل باش تعطي المفعول تاعها جديدا، يعني المفعول تاعها رائع جدا هذه الوصفه. نتمنى انكم غير تجربوا هذه الوصفه، ما تنساوش البنات تخلونا لايك للفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الى اللقاء في وصفه جديده ان شاء الله مع مطبخ وتدابير ومجينه. دمتم في رعايه الله وحفظه.